سمحت؟ نعم. وين الحبات مال الليفت هذه على اساس انه؟ اي حبات؟ على اساس اختار الطوابق؟ لا حبيبي، هذه الليفت يشتغل بالنظام الصوتي. النظام الصوتي؟ اي نعم. شو ما فهمت يعني؟ يعني يشتغل بالكلام. بالكلام؟ انت جربته؟ لا ما جربته وما عرفت له. ما تشوفني للحين في الطابق الارضي. هيا ليش دراك انه يشتغل بالكلام؟ هذا المصعد يعمل بالنظام الصوتي. اذكر رقم الطابق من هكذا سهل. لا هكا يقول لك قول الرقم مال الطابق اللي تبي. جرب. الله يسلمك. 12. ارجو المعذره، ارجو اعاده رقم الطابق. 12. ارجو المعذره، ارجو اعاده رقم الطابق. ها يمكن باللغه الفصحى انا يقول ارجو اعاده. جرب. 12. أرجو المعذرة، أرجو إعادة رقم الطابق. يمكن بالقلينزي 12. قاعد تثبت مو قاعد تقول 12. أرجو نطق الكلام ببطء ووضوح وإعادة رقم الطابق. لازم نقول كذي 12. أرجو المعذرة، أرجو إعادة رقم الطابق. شكل بالهندي. 12. أرجو نطق الكلام بوضوح وإعادة رقم الطابق. عرفته. 12. أرجو نطق الكلام بوضوح وإعادة رقم الطابق. 12. فكينا سندرتينا ترى لو عتشبتنا تبي نروح ورانا دوامات يعني ودينا الطابق هنا بيت. أرجو ترك قلة الأدب وإعادة رقم الطابق. 12. زين كذي كل ريال استخاف. زين كذي عاد متعين عاد صنفت ايش برد صنفت ايش. حتى الان لم تختر رقم الطابق الذي سمعيني زين. اذا ما فتحت الباب الحين بتصرف بعد تصرف ثاني. 12. ان كنت لا تريد الذهاب الى اي طابق ما عليك سوى قول ارجو فتح الباب. أرجو فتح الباب. رأسي. أرجو إخفاض صوتك وعدم رفعه وإعادة رقم الطابق. سمعان ترى مسخات مسخات السالفة. شوف عاد ترى وصلت حدها. إن ما فتحت الباب الحين المفاتيح غلط مفاتيح. باكسر الباب واطلع بدور من اللي سوى هاللفت هالبايخ ذي وبشوف من اللي سجل صوتك وبقتله. بذبحهم. سمعتي الطابق الثالث. كلها لو عجبك انا. الطابق الثالث. لو سمحت شلون حركت المصعد؟ الطابق وغرفه ضربها.